على بركة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المركب الجميل محمد السادس ديال كرة القدم. تنبغي باسم الجميع نشكركم لتلبية الدعوة للحضور لهذا الندوة الصحفية التي عقدها نخب الوطني وليد الكراكي واللي غادي يعلن فيها على اللائحة ديال اللاعبين اللي غادي يشاركوا في كأس إفريقيا للأمم اللي غادي تنطلق 13 هذا الشهر إن شاء الله. لتذكير الإخوان اللي ماشي معنا، هاد الندوة تتبث كذلك مباشرة بالستريمينغ في الموقع ديال الجامعة الملكية لكرة القدم www.frmf.ma. ولما نطول عليكم الكلمة الآن للنخب الوطني وليد الكراكي. السلام عليكم. أول حاجة شرف كبير نكون معكم اليوم باش نحتيكم لا ليست ديال لو جروب لي غايت بارتيسيبي شارك في كاس افريقيا ان شاء الله في كوت ديفوار 2023. دونك غندير لكم اون بريزونطاسيون ان بو جديده، اون ايساي دافونسي دو فير بروغريسي ان بو اوسي لي بريزونطاسيون. ابري يورا لي كيسيون، اون فو دونرا لو بروغرام ان شاء الله ديال لو ستاج او ديال لي ماتش لي غنلعبو قبل لا كومبيتيسيون. دونك ان بو دو سيلونس غنتلم لين يساردو لوميير لا لوميير. ديال اللعابة اللي غيتشاركوا معنا ان شاء الله. دونك ميرسي، شكرا كوتش وليد الكراكي النخب الوطني. كيف قاعده غنفتحوا النقاش، المده الزمنيه ديال هاد لا كونفرنس هي 30 دقيقه كوم دابيتود. غادي تذكروا بالاسم والمنبر من تنتمي، وغادي نديروا واحد امتيت اكسبسيون، نعطيو الكلمه للمراه الصحفيه الاولى هي اللي غتبدا ونفتتحوا النقاش واخا هي تتشوف دابا. الي اليزي. السلام عليكم، كنزه حسيني الخضير، منبر صوت المغرب، دو فويس اوف موروكو. استاذ وليد الكراكي، سؤالي هو بخصوص يعني تعاملكم مع السوشيال ميديا خاصه اللاعبين. هل من المفروض يعني انكم كتفكروا انكم تفصلوا اللاعبين عن السوشيال ميديا وحساباتهم يعني في منصات التواصل الاجتماعي في هذه الفتره ديال استعدادات لمنافسات كاس افريقيا، حفاظا على التركيز ديالهم وعلى اندماجهم يعني في الوصول للهدف؟ لا هما عارفين لا ريسبونسابيلتي اللي عندهم في لي ريزو سوسيو. اي واحد كي عنده لا ريسبونسابيلتي ديالو بيان سور
درنا واحد ريونيون على على هذا الشيء باش يعرفوا ملي كان كوم اون ريسبونسابيلتي على شنو كيصردوا ما بريس ان اني شاكان اللي كيعرف شنو خصو يسرد ولا لا et surtout de faire attention à l'image de l'équipe nationale. هذه اللي مهمه. Voilà, نذكروا بان الاسئله خصها تكون موازنه مع لا ليست بيان سور ديال ديال لي كونفوكي. السلام عليكم هادي الرحموني راديو مدينه اف ام موقع ماتش بريس. سي وليد عرضتوا علينا التشكيله الرسميه اللي غادي تمشي لكوت ديفوار ان شاء الله. كاعلاميين باش نكونوا صراحه ما عندناش الحق اننا نكونوا كمدربين ونطعنوا في اللائحه او لا نهضروا فيها، ولكن السؤال الجوهري في هذا الموضوع هو شنو كيوعد وليد الركراكي للشعب المغربي، خاصة أنه كاين ضغط الآن من المجتمع على أن المنتخب الوطني الرابع عالميا في كأس العالم ما يمكنلوش يتراجع، وأنه الهدف هو كأس إفريقيا للأمم وعلى الأقل النهائي. إذن سواء هاد الكوموندون 27 ولا 27 اخرى ليسونسييل هو لو بيت هو لا كوب دافريك. وا قلتي في السؤال ديالك قلتي حنا راني 4 مونديال دابا لامبيسيون بيان سور كاينه لا بروميس نقدر نقول هي فحال في كاس العالم عندنا واحد الجروب اللي غيمشي باش يدير لو ماكسيموم ديالو باش يفرح الشعب ديالنا فحال اللي داروا في كوب دي موند فحال اللي كيديروا ديما ملي كيلبسوا هاد التونيو. من بعد نقول غنجيبوها ولا ما غاديش نجيبوها، هادي كاين شي حوايج اللي في الكره اللي ماشي غير منا اللي نقدروا حنا نكونتروليو، هي لونغاجمون، هي ليتا ديسبري، هي لونفي دو فير بليزير ا نوتر ا نو سوبورتير. وهادي كناكد ملي الدراري وراوها قبل وغيوريها اونكور ان شاء الله في لو فيتور وفي هاد لا كومبيتيسيون ملي غيحطوا لو ماكسيموم باش يفرحوا بلادنا ان شاء الله. مصطفى ياسين لوبينيون جيمري دابور اتيري لاتونسيون سور لو فات كو est-ce que ces 47 dernières années qui nous séparent du seul trophée qui a été conquis par le Maroc et la place de demi-finaliste qui a été acquise lors du dernier mondial, est-ce que cela ne constitue pas une certaine pression pour l'entraîneur national? Deuxièmement, est-ce que il y a certains paramètres qu'il faut maîtriser, surtout que le Maroc, lors de ses trois premiers matchs de groupe, il va les jouer au stade Laurent Poukou. Si jamais il termine premier, il va se diriger. La question rapide. La question est-ce que ces différents stades sont maîtrisés du moment que il y a certains, surtout que le terrain de la finale, le stade olympique à la Seine-Outara, il y a un problème de pelouse. Est-ce que ces paramètres sont maîtrisés par la Fédération royale marocaine de football? Merci. Alors, première question. C'était par rapport à 76 derniers titres. La pression, ouais, la pression, كيفاش نقدر نقول لك؟ أنا لعبت في هذه الفرقة، كنت جوار، كنت سوبورتير قبل ما نلعب في هذه الفرقة، كنت من بعد أدجوان، لا بريسيون ديما المغرب كانت عندها لا بريسيون في لا كوب دافريك، ديما كنمشيو باش نديوها وكاملين كنستناو من 76 نديوها، دونك بور موا يا با تشانجمون ماجور، إما لا بريوريتي اللي باغيين يديروا الناس، اللي حنا درنا الدومي فينال دونك خصنا بلوس نديوها دابا كو أفون، ألوغ كو سي با فغي. Il y a eu des générations qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se la génération a été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, plus les compétitions africaines elles avancent,
plus on s'éloigne de la date li dina la Coupe d'Afrique, hak c'est pas une raison pour se mettre plus de pression. On va nous chercher le ballon courant dina, باش نحتو لو ماكسيموم و سورتو باش ما تكونش عندنا لي ريغري نبدا نقولوا ولا كنا ديرنا ولا ما كناش ما درناش مي لا بريسيون انا بالعكس كنهزها بوزيتيفمون و هادشي اللي بغيت نحتل اللعابه والجمهور ديالنا اون فا دوني الماكسيموم سي ان كومبيتيسيون لي جايه ان اون ابري لا كوب دو موند لا ديرنيير كومبيتيسيون مشينا للكارت فينال سا في 20 ans لي مشيناش دومي فينال سا في ديبي 76 لي ما ديناهاش او كونترير ولا بغينا نشوفوها بجي اخرى شخيطرة ولا ما ديناش غنزيدو عامين زايدة ميم با عام ونص باش نلعبوها في الدار ونديوها وغنزيدو ديما باش نديوها اي سي كوم سا كلي جوغ يداف لو بروند باغ كونت لي ما نقدروش نحيدو هي ليتا ديسبري لي خصنا نمشيو بلا كونفيونس بالثقة ديالنا باش نحيدو هاد لا ماليديكسيون في لا كوب دافريك اي سي لو كوتي بوزيتيف لي عندنا سي ان بو تشالنج بالنسبة لينا باش نكونو ليكيب لي غتجيبها ابخي 76 ان شاء الله par rapport aux paramètres les paramètres مشيتي للفينال حنا ما كنشوفوش بعدا واش غنوصلوا للفينال دابا كنشوفوا ماتش ابري ماتش سا توجور ايتي مون ديسكور ملي كنت في الفوس ملي كنت في الوداد ملي كنت في الدوحه ملي كنت في كوب دو موند كنشوف الماتش ديال تنزانيا لو 17 جانفي ان شاء الله باش نكون عندنا 3 بوين ومن بعد مور الماتش ديال تنزانيا غنشوف الماتش كونغو وحنا غاديين ولا وصلنا للفينال والتيران ماشي هو هذا غنتادابطاو غنكونوا فرحين بعدا نلعبوا في التيران هادشي اللي كاملنا بالحق لي كتسولني على واش الجامعه تقدر دير شي حاجه سبا الجامعه اللي كتورغانيزي لا كوب دافريك على التيران حنا غنتادابطاو وكان دي تيران اللي يقدروا يكونوا مزيانين الماتش الاول والماتش الثالث لا بولوس تقدر تكون ماشي هي هادي وكان دي بارامتر كون بو با كونترولي مي اون دو بريباري حنا في ليتا ديسبري à tous les scénarios. Le terrain, il est bon, il n'est pas bon, il fait chaud, il ne fait pas chaud, on a des blessés, on n'a pas des blessés. Hachi, c'est des paramètres, les staff qui ont fait le mot, ou les gens qui ont fait le mot mentalement, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je des excuses, et quand on on ne va jamais chercher d'excuses à la quoi que ce soit. Inch'Allah. Salam, coach. Adris Khalam, c'est Bled Navat 4. Sual d'Yali, ou واش كاين تفكير انه يكونوا دي ماتش اميكو قبل كان عندنا ان ماتش اميكال هي مع لا غامبي ان شاء الله لو 7 جانفي كنا باغي نديروا ان دوزيام ماتش اميكال باش تعرفوا باش هادو اللي غيبداو يهضروا علاش لعبنا غير ماتش واحد ديجا لا كومبيتيسيون هي لو 13 دونك كاين دي جروب اللي حنا عارفين ولا دوزنا ان شاء الله نقدروا نتاحوا معاهم دونك تي با فير ماتش اميكو معاهم اي دونك كاين لي زوت بول اللي غيلعبوا هما لو 13 دونك ابري لو طون دو فواياجي ما عندكش كيفاش تلعب معاهم دونك ان ماتش جو بونس كو سا سرا سوفيزون هادشي اللي درنا حتى حنا في قبل لا كوب دو موند مع لا جيورجي سا ايتي بوزيتيف بور نو دونك اون فير ان ماتش مع لا غامبي ان شاء الله هنا في الرباط يوسف شاني راديو 2M سالو وليد bravo pour la présentation. Comment allez-vous gérer très bien, merci. Très bien, merci. Comment vous allez gérer le paradoxe du fait que la Coupe du Monde, on était des outsiders et la CAN, les observateurs, nous considèrent comme favoris. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le choix de Mohamed Chibi? Merci. Alors, le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On l'a vu, mort l'AM de la Coupe du Monde, le match de l'AM, nous avons vu le Fraki Kamlin, qui a un excès d'envie et de motivation, ce qui est logique. On a un nouveau statut en Afrique, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an. Drake a été adapté. بالحق بني pour moi pour un entraîneur ou là pour un pays c'est toujours plaisant qu'on une équipe qu'on craint que كان نقولوا هي زوت الطياره وخلوها مشاو لها بحال في 2004 ويرجعوا لها بحال كوب دي موند بالعكس un nouveau statut خصنا نولفو parce que dans les années à venir بغينا نكونوا une nation اللي كي ديما كيديروا لنا في لي فافوري وقادرين عليها دونك سي une compétition justement où انا كنستنى حتى انا اللعابه فاتشي واش قادرين على هاد لا بريسيون انا باني قادرين سي ان جروب كي ايكيليبري شفتو كاين دي جوار ديكسبيرونس كاين دي جون كي كنوجدو حتى هما لي لهم لافونير ديال المنتخب اي جو بونس كو بور سا يورا با دو سوسي اون فا سادابتي ا سو نوفو ستاتو ابري لا دوزيام كيستيون هي ديال شيبي سي سامبل باش ما نكذبش عليكم
العملود هو اللي كان قبل محمد. بالحق الماتش ديال اكادير العملود الى بليسور كي فا بوتيت لو ليسي دو كوتي بوندون موان 15 جور. وفحال اللي قلت اون ا ديجا بوكو دانسيرتيتود سور دي جوار، ما كنتش نقدر انا نزيد انكور دي انسيرتيتود باش نعرفوا واش غيكون موجود ولا ماشي موجود. شيبي كيلعب في لي بيراميد كنعرفوا، كيعرف الافريك، جا جا مع تفرقه حتى هو واخا ما جاش معايا. هاك باش نوريكم حتى نتوما ملي كنتبعوا اي واحد واللي كيستاهل غيجي بالنسبه لي لي، ماشي اي واحد عنده لافي ديالو هاك يقدر يجيب لنا شي حاجه ولا احتاجناه. و بور موا سي ماشي كوم على ان بو بلوس دو سبيريتواليتي. كتب له يجي معنا البارح، ما كانش في لا ليست، تصبح دخل في لا ليست وبصحته وهدرت معاه. اي جو بونس كي لي تري موتيفي، ولا احتاجنا محمد ان شاء الله غيكون في مستوى، وكان امن بلو نيفو ديالو ديال ليكيب ناسيونال. السلام عليكم كوتش امين مجدوي، جورناليست المنتخب. كوتش، شفنا في لا ليست فينال نصر مزراوي، كانوا دي دوت على لي جوور دو بايرن ميونيك. كيفاش حابتي تتعامل مع الوضع ديالو وتستدعي في لا ليست فينال؟ وكاين دي بيبيت ليكيب اولمبيك، تنشوفوا ريتشاردسون، عزوزي، انكور شادي رياض اللي دخلت هو في لا ليست فينال. كيفاش كانوا المعايير باش تختار هاد اللاعبين؟ ميرسي بوكو. Ah oui, pour Mazraoui, smahli. Pour Mazraoui, pour être clair, justement, que comme ça, on ne va pas pareil. J'aime bien, bien expliquer les choses. Nosser, il a été blessé au mollet, mais le Bayern, je crois que c'était aux alentours du 17 ou du 19 décembre. Le médecin d'Yenna, le docteur Bodo Safar à Munich, mais je n'ai pas l'état exact de la blessure d'Yello. Roma, ils étaient partis sur 6 semaines. احنا لو بيلان ديالنا هي انت 3 و 4 سيمين. دونك سي ان جوور لي ريجي معانا، اون فا البريباري ان شاء الله، باسكو اون اسبير دون لا لوجيك دي شوز ندوزو او دوزيام تور باش يكون موجود اما ابارتير دو دوزيام ماتش دو تروزيام ماتش دو بول. اي سي ما يكونش موجود في دوزيام ماتش يكون موجود في تروزيام ماتش، ولا ان شاء الله في 8ème دو فينال ولا دوزنا. افيك تو الريسبيك جي et l'humilité qu'on a pour la compétition. Mais là, quand même, nous, l'innocer, à la compétition, il connaît Moujoud. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit, le groupe. Donc voilà. Deuxième question. Les critères de sélection. Les critères sur lesquels tu... Non, là, les jeunes, Gaultier. Ouais. Les jeunes, Wakaini, Nikano, déjà, Mahana. On va prendre Abdé ou Bilal, leader déjà la Coupe du Monde. كان مور لا كوب دو موند كان شادي رياض ريتشاردسون نو مي جو كخوا كسايباري كان صلاح في ديك الوقت وكلشي كانوا جاو ديجا مع البرازيل لو راسومبلومون دو برازيل سا با دون ليفولوسيون دو ليكيب ناسيونال ديما كنفكر على لو بريزون كنفكر على لافونيغ اش كيبقى بلادي وهذا المنتخب غتعيش مورايا وخصني نوجد لي كومبيتيسيون اللي جايين. Et en plus de ça, sans parler de compétition, à l'instant présent, un des jeunes qui est là, dans une Coupe d'Afrique U23 Fdar, ça va dans les révolutions. L'Abin Flek Club Dialom, Alain Kemlin, titulaire. Imma Oussama, qui est là, Bologne, qui est un club qui est une surprise de la Serie A et qui a un profil d'Yel Sofiane Amrabat, mais il représente l'avenir. Et comme ça, je pense qu'on a un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Et tu as mis que Bromhad Group, Yel Kassel Alem, Bachoma, Tiaoma, Menbad, ils prennent le relais. بحال اللي داروا قبل مع حكيمي مع الناصري مع مزراوي قبل مع ارفي ومع واحد. On est dans l'évolution, c'est un plan structurel اللي عندنا مع la fédération. سي وليد، السلام عليكم. اذن الناس اذن سبور. سي وليد، بالنسبه لي لائحه متوازنه فيها دي جون اونسي دي جوار اكسبيرمونتي، سا سي اون بون شوز. مي الحاجه اللي مخوفاني سي وليد هو الجو، لوميديتي اللي كاينه في لاكوت ديفوار اليوم يمكنش 87. واش هذه كنت نقول لكم ديفوار قريب باش اللاعبين يتعودوا على المناخ؟ لان كنشوفوا اخر مباراه اللاعبين عانوا من الطقس ومن الرطوبه، وهذا مشكل عندنا حنا. شكرا سي وليد. حنا لو بروغرام ديجا ديالنا اون فا بارتير اون سيمين افون، تمشي قبل سي با فيزيولوجيكمون سي با فري كو ادابت اكثر. سا فا اتر اون ديفيكولتي بور توت لي زيكيب لوميديتي. خصنا حنا نعرفوا كيفاش نديروا باش نتادابتاو، نكونوا فور دون نو تون فور، نكونوا فور في نو تون فيبل اوسي. ملي غتكون لا فاتيك، ملي غتكون لو تو ديميتي تيتا لا، خصنا نعرفوا نلعبوا بالريتم
ونهبطوا الريتم اللي خصنا كيفاش خصنا نديرو غنتادابتاو في هادشي. Mais ça va être pour toutes les équipes, l'humidité, l'adaptation, ça va être pour tout le monde. Quand il y a un choc bel, quand il y a un choc au dernier moment, on a qu'un abnorme plan d'y aller, d'aller dans le Qatar. Mais bien sûr que ça va être une donnée importante, la gestion de l'humidité. Mais maintenant, Diro, ce ne sera pas une excuse. On va s'adapter. السلام عليكم أمين مدة الموقع الدلكة العربي. السؤال ديالي كوتش هو واش غادي يكون تساهل مع الأندية اللي تقدر تطلب منكم أن بعض اللاعبين يتأخروا باش يدخلوا للمعسكر ديال المنتخب المغربي. والسؤال الثاني هو ملي كملتي لا ليست حيت هضرتي على الشيبي اون كيستيون سي بوك اون كيستيون خليها الثانية يلاه سير زيد تفضل. بالنسبة للسؤال الثاني هو هضرتي على الشيبي وكيفاش أنه البارح ما كانش اليوم ما كان، واش ملي كملتي هاد لا ليست ما حسيتيش بلي أن شي لاعب ظلمتيه وهو يعني بيرفورمون مع ليكيب ديالو وكتقول بلي كان يقدر يكون معنا في لاكان ولكن بيان سور نجاوبك. دونك لا بروميير سي بور لي كلوب بيان سور اون ا دي با دي سوسي مي كان بزاف ديال لي كلوب اللي باغين اللعابه ديالنا يلعبوا لو 2 لو 3 لو 4 هما ما قراوش يبقاو حتى لا كوب دافريك كامله يبقاو معاهم وما يجوش معنا بالحق. فحال اللي قلت نو انا ان كومبيتيسيون خصنا نبريباو هاد لا كومبيتيسيون اللاعبين عارفينها عندنا لا دات فيفا هي لو 1 جانفي عندنا الحق ديالنا. دونك فوالا بور مومون ما طلق حتى شي واحد باش يلعب مع الفرقه ديالو مازال كنيغوسيو ماشي كنيغوسيو هما كينيغوسيو معنا باش نشوفو ابارتي دابا دابا ما نقدرش نقول لك شنو كاين بالحق. بالنسبه لي الحق ديالنا هي لو 1 جانفي كاملين ديالنا دونك حنا اللي عندنا لو بوفوار باش نقولوا اياه ولا لا ماشي لي كلوب بالحق كنشوفوا باش ما يكونش دي مالونتوندو مع لي كلوب باسكو لي مهم هي نبقاو ديما اون بون كولابوراسيون معاهم بالحق. لانتيغي ديال ليكيب ناسيونال هو اللي غيكون في النسبه لي ديما اي واش ظلمت شي واحد 100% ظلمت شي واحد. الكره هي الظلم ديما واحد كيحس راسو مظلوم ديما كاين واحد الجمهور اللي كيحس مظلوم على اللاعب ديالو. انا ولدي كيحس مظلوم اللي كان ما كنخلصلوش هاد السبردينه ولا شي حاجه بحال انا مخلص وجابوني هنا باش ندير لي شوا باش ندير لا ميور ليس بوسيبل بالنسبه لي سي لا ريسبونسابيلتي ديالي. كنامن مي بيان سور كاينين شي دري كانوا يقدروا يكونوا ماشي على الكره ولا على كانوا يقدروا يكونوا مي ابري سي دي ديتاي دي زيتا دو فورم دي لا كونفيونس مع الجروب لا كونفيونس ديالي اللي عندي مع هاد اللعابه اللي ليجيبت اي ابري سي لي ريزولتا اللي كيحطوا لي الحق ولا لا. مي لا فيريتي شفتوا لا ليست ديال 55 انا بالنسبه لي غير باش ندير هاد لا ليست بوتيت سي لا بلو ديفيسيل اللي كان خصني ندير ومازال عندنا زهر باسكو بهاد لا ليست وتقدر تكون عند تشالنج ليكم الجمهور وكلشي كان خصني نحيد انكور اربعه ولا كنا مشينا ب 23 دونك هادو اللي ما كاينينش ما خصهمش تقولوا علاش ما كانوش 27 كنقصكم تقولوا الا كان 23 شكون اللي غتحيد من ديك 23 باش يدخلوا فيها باش واش عنده بلاصتو في هذا الجروب. كنقول لكم خصنا نفرحوا دابا المغرب وصلنا واحد النيفو اللي ما بقاتش 20 جوور ما بقاتش يمكن ما كانش حتى شي لاعب اللي كيلعب في الدوزيام ديفيزيون هنا المستوى تلعات مي كتشوفني ما عيطناش ما كانش حتى في 55 ومازال كنقول لكم في لو فيوتور سي سرا انكور بلو ديفيسيل باش نديرو لا ليست. مي بيان سور كاينين اللي كيستاهلوا الحق حتى هما كيستاهلوا ابري سي سور دي ديتاي. شكرا. صباح الخير سي وليد الكراكي معك علي بالعياشي صحفي مهني بغاديو بلوس. اولا كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذه الكاس الافريقيه كما قلت على الاقل وصلوا الى نصف نهائي كاس افريقيا. انا عندي واحد سؤال وملاحظه على مستوى الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي لكره القدم مقارنه بكاس العالم وكاس افريقيا. هناك مجموعه من التغييرات لاحظنا في الخمسه ديال المقابلات الاولى في كاس العالم ما تسجلنا حتى شي هدف فقط هدف ضد المرمى ديالنا في الدقيقه 40 ديال نايف اكرد وجوج ديال المباريات ديال نصف النهائي والترتيب كان دخول بانون وكان دخول داري وجواد اليميق وتستقبلنا اربعه ديال الاهداف. الان كنشوف الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي هناك اللاعب عبد القادر عبقر كينضاف هناك اللاعب يونس عبد الحميد وكذلك اللاعب شيبي وكذلك اللاعب شادي الرياضة. انا من خلال المباريات السابقه سي وليد صراحه اللي كنت لعبتيها المباريات سواء الوديه او الرسميه اللي كانت مؤخرا الاربع مباريات الاخيره لاحظت بانه على مستوى الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي عفوا
فمثلا نعطيك عبد القادر عبقار. عبد القادر عبقار في كوت ديفوار، ليبيريا، بوركينا فاسو واخر مقابله تنزانيا لعب صفر دقيقه، يعني ما دمنتش حتى شي مقابله. واللاعب مثلا يونس عبد الحميد، يونس عبد الحميد مقابله بوركينا فاسو لم يلعب اي دقيقه، مقابله كوت ديفوار لعب جوج ديال الدقائق، مقابله ليبيريا لعب 30 دقيقه، والمقابله الاخيره صفر دقيقه. السؤال ديالي ما عرفش شنو هي المعايير اللي اعتمدتيها فيما يخص خصوصا هاد اللاعبين ديال عبد القادر عبقار وكذلك يونس عبد الحميد، بالرغم انهم بارزين في الفرق ديالهم. ولكن انا علاش قلت هذا السؤال هذا، لان كنشوف بعض الاحيان ملي كيكونوا التغييرات في شونجمون ديال فوسط المقابله، بعض الاحيان التغييرات تؤثر على المستوى العام ديال وعلى الانسجام ديال الفريق الوطني المغربي، لان هاد اللاعبين غير معودين يلعبوا بيناتهم. عكس ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال سي با ما عندناش 20 ماتشين باش باش نتيستيو، عندنا لونترينمون كنشوفوهم في لونترينمون، كنجربوه في لونترينمون. حكى عندنا ان ماتش اوفيسيال في تنزانيا، واش انا غندخل ابقار ولا غندخل عبد الحميد باش نشوف واش يقدر في لو فيتور يدخل، وحنا رابحين بواحد ولا بجوج زيرو. سي با دي تيست، لي تيست كنديروه في لي ماتش اميكو. في لي ماتش اميكو انا دابا عام ونص هنا، خصني نجبر لوساتور ديالي، ملي كاين لوساتور ما عنديش باش نجرب، علاش غنجرب؟ انا كنجوز ديما ليكسبيريونس ديالي. حنا ملي انا كنت في 2004 كان عندنا الدفاع شكون؟ ودو طلال نيبات، واش كنا كنجربوا نشوفوا واش طارق شيابي يقدر يدخل ولا هذا بليسا ولا هما ثلاثة اسبوع هما اللي كيلعبوا ويا اخرين كيستناو، وانا اللي غندخلهم خصهم يكونوا في مستوى، ولا اش درتهم في لا ليست كنأكد ملي غيدخلوا غيكونوا في مستوى. وليكسكوز فيتور ديال وعمرو ما لعب قبل باش يعرف، نقول لك ان شارنيير سنترال سي با ان 20 مينوت ولا ان دومي اور، يا دي زونترينمون. هاد لي دو جون ابقار وشادي كيلعبوا تيتولير في لا ليغا، دونك امن ملي كتلعب ضد ريال مدريد وكتلعب ضد برشلونه وكتلعب ولا دخلتك في كوب دافريك خصك تكون موجود، سينو ما نجيبهمش. عبد الحميد تيتولير في فرنسا دابا يمكن 5 سنين ولا 4 سنين هو الكابيتان، دونك ملي غيدخل غيكون موجود. ما عنديش انا ديك الخوف ديال عمرو ما لعب مع هذا ولا مع هذا. سي ما لوجيك ا موان كان راني غلط بالحق، تروفي دي شوز و دي اكسكوز ديال عمرو ما لعب دقيقه باش نعرفوا واش عنده مستوى ولا كاين. صافي انا بالنسبه لي عنده مستوى، ولا كيلعب في لا ليغا عنده مستوى باش يجي، ولا دخلته صافي غندخلو عنده مستوى باش نسالي سهله. عطيت الله دخلته في المونديال ضد كرواسيا كنلعب قبل ما لعبش، دخل بدا الغرض. هي هذه الكره اللي كنعرف في المنتخب، كنعرف شي حاجه اخرى ديال دخل ولا ما دخلش، ولا داخلين هنا صافي عندهم لو نيفو ولا احتاجناهم. يا با ان اكسكوز، ما كانش علاش دخلتيني 10 دقائق ما كنتش عارف، خصك تكون موجود. هذه البلاد هذه المنتخب، ولا جبتهم سي كي ميريت، سي دي جون دافنير يجو ان ليغا. لا شارنيير سنترال باش ما نكذبوش كنعرفوها، الدفاع كنعرفوها، ويا خا خصهم يكونوا موجودين باش يحركوهم باش يبينوا هما هنا، ولا احتاجناهم غيكونوا موجودين بحال في كاس العالم. ومن بعد باش نسالي على الكاس العالم، قلتي ما كناش ما كانوش ماركاو ضدنا قبل وماركاو ضدنا، اكثر كتطلع في لا كومبيتيسيون اكثر لو نيفو كيطلع. في الاخر ما لعبناش مع فرقه صغيره في المونديال، ملي دخلنا لعبنا مع فرنسا في دومي فينال ولعبنا مع كرواسيا ماتش 3 4 بلاس، دونك اكيد غيماركيو علينا هاد الفرق، يقدروا يماركيو علينا. سي كوم ملي كيهضروا لنا على لي ستاتستيك ديالنا في العام ونص اللي الناس ما باغينش يعرفوا، لعبنا 7 ماتش كونتر التوب 10 مونديال. انا ملي جيت لعبنا 18 ماتش يمكن ولا 17 ماتش، لعبنا 7 ماتشات بعدا مع التوب 10 مونديال، دو فوا لا كرواسي، ومن بعد شوف لو كلاسمون فيفا لي 10 ميور زيكيب. يمكن في ديك 5 سنين و 6 سنين لعبنا ان توب 10 ولا دو توب 10 في ليستوار ديالنا، حنا لعبنا في عام ونص. بيان سور اون كيسي دي بوت، بيان سور اون افوار دي ديفيت باسكو اون جو لو توب مونديال. بيان سور ولا كنا استاهلنا، عندنا عامين ديال لي ماتش اميكو نلعبو مع لي 50يم مع لي 60يم، حتى انا نقدر نخرج انفانكيو ونكونوا فرحانين وما اونكيسيناش وعندنا احسن دفاع. امتى كتعرف الدفاع ديالك ولا المستوى ديالك؟ مع لي ميور. حنا لعبنا مع لي ميور في العام ونص، بالحق باش نسالي معاك سي سرا با ان اكسكوز، ولا طرات في لا كومبيتيسيون دخلوا الدراري وما كتبناش شي حاجه، الاكسكوز سي سرا با دو عمرو ما لعبوا، سي سرا اما عندهم مستوى اما ما عندوش مستوى، انا اللي غنهز لا ريسبونسابيلتي. Bonjour coach, Amine Ouba, journaliste à SNRT News. Ma question sera par rapport aux adversaires du Maroc dans le. Fais-nous un peu, ma chouette. Juste avant. Ah ouais. L'accent. Ma
Ma question sera par rapport aux adversaires du Maroc. On aimerait bien savoir si Monsieur Walid suit déjà les adversaires, comment se préparent les adversaires du Maroc dans ce groupe. Et j'ai une deuxième question. C'est une question. Deuxième question, c'est quelles sont les choses que vous redoutez qui peuvent, selon vous, faire défaut à l'équipe nationale lors de cette CAN. Bon, nos adversaires, bien sûr, quand tu parles, on a un staff qui est élargi, encore plus de personnes, fat staff, au niveau des grands pays mondiaux. Donc, quand tu parles, quand tu fais, le hakli qui est mis, ou dima quand tu parles, ou les gens qui arrivent, il y a yahna. L'adversaire, c'est pas quelque chose sur lequel je m'adapte beaucoup. L'imouim yahna, ou la kunaf moustawa diana. Il n'y a pas une équipe qui peut nous faire peur. Après, l'Ikan Khaf, il y a dit justement, l'Ikan Goulek, c'est l'humilité. C'est l'humilité d'Yelna. On est une bonne équipe. On l'a ensemble. On l'a l'état d'esprit. L'Ikan Anaf Coupe du Monde. L'Ikan Anna sur des matchs d'après Coupe du Monde. Ou Chofna sur des matchs d'après Coupe du Monde. L'Imakach Anna. Dit que l'état d'esprit, les kennakas, c'est ce qui peut nous faire défaut. Après, bien sûr, sans parler du climat, de l'adaptation, mais ça, ce ne sera pas une excuse pour les goultans. Mais la première crainte, il y a Hna. Deux questions, Yak. C'est bon? Très bien. Sbah khair, si Walid. Anna Saïgash, من قناة الشرق. لاحظنا في القائمة إنصاف الشباب اللاعبين اللي كانوا تألقوا في كأس أفريقيا الأقل من 23 عام. واش ممكن نعتبروا هاد كأس أفريقيا الحالية مرحلة انتقالية للمنتخب الأول؟ وكيفاش ممكن البناء على تجربتهم السابقة رفقة الأولمبيين مع المنتخب الأول؟ شكرا. Mais comment on dit valoriser? C'est pas valoriser. Comment? Je c'est pas un cadeau qui est long. Pour moi, quand je chauffe l'âge, quand je chauffe le niveau de l'homme, le club de l'homme, bien sûr, l'avenir qui est l'abtawa, qui est aouen, parce que quand tu dis que c'est le potentiel qui est l'abtawa pour le futur, ou à l'adaptation de l'abtawa. مزيان بحال كنشوف باغ اكزومبل السايباري المستوى ديالو يستاهل يكون معنا يكون عنده 23 22 ولا 30 سنه بلال ديما كنت كنامن به سنو ما نديش كوب دو موند ابدي حتى هو عندنا شكون ريتشاردسون واحد الولد اللي كان تبعوه من لوافر العام اللي فات مور كوب دو موند انا مشيت لعندو لوافر باش نحتلو البروجي ديالو مع الاولمبي ومع ليكيب ا ودابا كيلعب تيتولير فرانس بروميير سيري شادي رياض سي لا ميم شوز سي ليفولوسيون U23 كان في بارسا ما كانش كيلعب مشى يجبر دو طون جو في بيتيس كيلعب تيتولير دونك عنده لافونير بني هما اللي ربحوا البلاصه ديالهم سي ميم با هما اللي ربحوها والصراحه باش نهضروا على ديك عاطفه باسكو حتى هذه علمتها غير في المغرب خصو يحيد العاطفه ما انا ما كنعرفش العاطفه ولا شفتوا هاد لا ليست دابا داز عام بين كوب دو موند وبين كوب دافريك كان 11 لعابه اللي كان في كوب دو موند اللي ما كاينينش هنا وما عنديش انا شي مدرب في العالم اللي عنده واحد جروب كيبدلهم بحال اللي درت ديما جوستمون كيدير عاطفه كيقول غنموت مع الدراري ديالي انا كنشوف ملي اللي كيستاهل خصو يجي وهاد الدراري استاهلوا داو كوب دافريك مشاو لي كلوب ديالهم لعبوا في بروميير سيري و اون بليس سيزون اون مارج دو بروغريسيون و دافنير دونك عندنا اون اوساتور ديال لا كوب دو موند اللي كانوا لي تيتولير وهما اللي داو البلاصه ديال هادو اللي ما داروش لو ماكسيموم باش يبقاو مع هاد الجروب و طونك انا غنكون هيدا غتكون المستوى ديال المنتخب اللي يستاهل غيجي خصو يبين و لا بلاص الي تري شير باش تبقى في هاد الجروب. السلام عليكم عبد الله بوسحاب من موقع اخبارنا. كوتش والد فرحانين كنشوفوا بوفال كاين مالغري كان ديرنيغمون كان بليسي غير بغيت نسولك ليطا ديالو واش واجد 100% باش يكون مع اللعابه علاش سولت السؤال قلت ربما الا ما كانش في ليطا ديالو مزيان
كان ممكن نشوفوا لعاب اخرين باغ اكزومبل الرحيمي ولا باتنا، ربما يكونوا اختيارات في حالات ما كانش هذا اللاعب واجد. كاينه كاينه سفيان، سي لو شوا لو بلو ديفيسيل، كان عندي بزاف ديال لو شوا، كان عنده مشاكل مع 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 لو كلوب ديالو في لونجيسترومون ديالو، دونك ما قدرش يلعب لي ماتش ديال البطوله، لعب ماتش ديال كاس اوريدو، اليوم غيلعب ضد قطر القطري، كنتبعو كنهضر معاه ملي مشى له، واحد اللاعب اللي عنده الثقه ديالي، اللي كنامن بلي كاليتي ديالو وكنامن اللي يقدر يعاوننا في هاد لا كوب دافريك، باش ما نكذبش ونقدر وقلت له ولا كنا 23 ما غاديش يجي، ولا كنا على ليز ديال 23 ما نقدرش ندير لو شوا اللي درت معاه، باركون في 27 واحد جوغ ديكسبيريونس يقدر يعاونني وراه في لا كوب دو موند ومور لا كوب دو موند ماتش ديال البرازيل اللي المستوى ديال سفيان مازال ما سالاتش، كنت نقدر نجيب رحيمي، كنت نقدر نجيب باتنا، كنت نقدر نجيب صلاح، كنت نقدر نجيب اخو ماش، كنت نقدر نجيب بزاف ديال اللاعبين في هذا البوست، بالحق اخترت سفيان سي مون شوا، عندي الثقه الكبيره عليه وكنامن اللي غيرد لنا في الطيره، بحال كيبان لي كيستاهل علاش شنو دار مع المغرب، لي ساكريفيس اللي دار قبل لا كوب دافريك اللي كان دار في الكاميرون، لا كوب دو موند اللي دار، فوالا دي فوا عندي واحد جوكر كنحطو غنحطو في سفيان. الوغ مشينا على 30 دقيقه، حنا في 40 دقيقه دابا، للامانه وليد الكراكي قال لي ما كاين مشكل نبقاو غاديين في الحوار، ولكن دابا باقي لا وصلنا ل 40 دقيقه، لي دو ديرنيير كيسيون سيل فو بلي اي اون فا كونكلور سيت كونفيرونس. السلام عليكم سي وليد. السلام. حمد البولال موقع انفو سبور. السؤال ديالي هو شفنا بزاف ديال اللاعبين من المنتخب الاولمبي في اللائحه النهائيه، واش كان تنسيق مع عصام الشرعي مدرب المنتخب الاولمبي، خاصه اننا كنعرفوا اللاعبين متبوعين بلي جوز اولمبيك في باريس في الصيف، واش كان يعني تنسيق معاه في الاختيار ديال هاد اللاعبين، وكلمه اخيره شنو الميساج اللي توجه للعابه اللي كانوا قراب انهم يكونوا في هاد لا ليست وما كاينينش؟ اول حاجه قلتها قبيله جاوبت، ما كنديرش اختيار على اولمبي ولا ماشي اولمبي، كنشوف لي مهمه ولي مزيانه لينا كفرقه الاول، انا بحال اللي كنقول ما كنديرش لا فورماسيون وفي لي زيكيب ناسيونال ما كانش لا فورماسيون، كان كيستاهلو كاملين كيلعبوا، بحال اللي كنقول كان واحد اللاعب في ليكيب دو فرانس عنده 16 سنه على 17 وغين زي امري، ما كنقولوش خصو يدوز في لي اوفا ولا عندهم لا بلاص ديالهم، جاو قبل جاو اليوم، واللي غيستاهل يكون عنده او 17 ولا ما كنشاورش مع 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 لونترينور ديال ليكيب او 17 ولا 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 كيبان لي خصو يجي، هي غنسقسي سعيد جبان لك وكلشي، بالحق ملي كيستاهل كيستاهل غيجي، ابري يا با دو ميساج بلوس كو لي او 23 جاو على الاولمبي، ما كنوجدوش اولمبي كنوجدو كوب دافريك، ما كنوجدوش 2025 كنوجدو 2024. C'est pas une erreur que je vais faire, mais c'est pas une erreur que, sur laquelle je vais chercher à dire Kanoujdo, Kanoujdo ou Kanoujdo 2024. Li Kestel, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je trouve la présélection qu'il y a Nordin Amrabat, il y a 55, il y a 36, il y a Tewa, là je vais vous dire que là, Rahimi, Batna, Kulchi, Amrabat, avec l'expérience de l'eau, qui est l'Europa League, il y a eu Katen, il y a eu Botola, il y a eu Limziana, il y a eu Kestel, il y a eu des choix. Il y a eu des choix qui sont bénis. لو ميو بور ليكيب ناسيونال باش نكونوا في مستوى ديالنا باش ان شاء الله نجيبوا هاد لا كوب دافريك. ديرنيير كيسيون. السلام عليكم، محمد ابو خاصب لو 10.1. سي وليد، كره القدم الحديثه فوتبول مودرن كتلعب اون نيفو بسيكولوجي قبل من التيران، كيفاش سي وليد غيتعامل خصوصا ان كيفاش غتمكن انك تخرج المنتخب مع ديك التراكم ديال الخيبات، زعما ان البطوله ما جات سنوات، كاين واحد لامباكت قبل ديال مجموعه ديال الافكار تاع قبل حول المغرب، ما تتوشي كتكون مرشح ملي ما كيكونش الضغط، ما كتكون كتلعب مزيان ملي كتكون مرشح، خصوصا انك كاتريام دو موند كتوصل كتلقى راسك امام مهمه ديال العامل النفسي هو الاول لاعب ضدك، لان العامل النفسي من ناحيه التراكم ومن ناحيه انك جاي كاتريام دو موند ان كلشي لاعب باغي يلعب ضدك مزيان، زائد ان العامل النفسي ديال اللعابه كيفاش غيلعبوا البطوله. شكرا. حنا دابا عام كنوجدوا في هاد لا كوب دافريك، لو ديسكور ساهل ديما كنقولها، بيان سور يا البسيكولوجيك بالحق كان شويه الطيران كامل، باسكو الا كان غير بسيكولوجيك
عندنا لا كاليتي في التيران هذه عندك صح. عندنا ان جروب كاملين في مستوى كاملين كيلعبوا في لي بون كلوب كاملين اون فورم. الجامعه كتحتنا لو ماكسيموم باش نكونوا بيان اورغانيزي باش تو لي ديتاي يكونوا مكونترولي. بني عندنا تو لي انغريديون لو كوتي بسيكولوجيك بحال اللي قلتي حتى هو غيكون مهم باش نخرجوا من هاد لا بريسيون ديال هاد كوب دافريك. خصنا نديوها خصنا نديوها بحال اللي كنقولها سي با دي مو سي با دي فراز اللي غتجيبنا لا كوب. ماشي كل نهار غنقولوا خصنا نديوها نديوها ملي غنديوها. هادي لا ميثود كوي ما كنعرفهاش. اللي كنعرف هي الخدمه غتكون عندنا بوتيت اونتر 15 جور قبل لو بروميير ماتش ولا 17 جور غنوجدوا باش نكونوا لو جور جي بري وماتش ابري ماتش نكبروا كفرقه باش ان شاء الله نكونوا في مستوى ديالنا باش نوصلوا لو ماكسيموم ديال هاد الفرقه اللي تقدر دير. مي اون اورا ني ديكسكوز كنفتشوا ما كنفتوش على لي زيكسكوز بالحق اون ميم طون ما كنديروش بريسيون طار من 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 ضغط اللي نقدر نوصلكم. كوب دي موند دازت درنا دومي فينال مزيان نسينا احنا غنزيدوا القدام. دابا لو كوتيديان الخبز ديالنا هي لا كوب دافريك بالحق اللي ما نقدروش نحيدوا. دومي فينال درناها درناها يبغيو الناس ولا ما يبغيوش اللي كيبغيونا يبغي ولا ما يبغيوش. دومي فينال درناها ديال كوب دي موند غتدخل في ليستوار واخا كاين الناس كيستناونا في الدوره باش ينقصوها يقولوا لا خرجوا في كوب دافريك ما داوهاش بحال ما داروا والو. درناها درناها هذيك انا نقولها على اللي ما كيبغيوناش. اللي كيبغيونا هادي هي ما بقاش يهضروا عليها لا غنهضروا عليها ولادنا غيهضروا عليها وغنبقاو نهضروا عليها علاش درناها. بالحق هي نوفال ايستوار اللي خصنا نكتبوا هي لا كوب دافريك اون نوفال ايستوار اللي غنديروها ان شاء الله باش حتى هي من بعد نقدروا نهضروا عليها اونكور. بالحق ما تقدروش ما نقدروش نديروا اكثر من الضغط نديوها نديوها هادي ما كتزيدش القدام زعما غنديوها هي علاش علاش قبل ما كناش بغينا نديوها كنا بغينا نديوها وفي لو فيتور غنبغيو نديوها. مي ليتا ديسبري ماشي انا غنمشي نقول لهم اخصنا نديوها نديوها هادي كاين خدمه كيفاش غنديوها لي زانغريديون اللي خصنا نديرو باش نديوها نكونترولو لي ديتاي وان شاء الله ولا النيه مازال كاينه ان شاء الله غيكون خير. فوالا دونك تنشكركم جزيل الشكر اللي حضرتوا اليوم معنا لهاد الندوه. شكرا شكرا بزاف جاونا لكل شيء. كاين شي سؤال زايد لي زيكسترا بغينا نحيدوا لي كيسيون كاينه باش من بعد كاين دوموازيل كاين دوموازيل كيقول صافي صافي يلا عطيتي اون كيسيون. كاين يا كلكان كي با يو دو فوالا جوست كاين واحد السيد في الفوق في هادشي اللي بغيتي سي وليد واخا سي على سيتي لا لا باش باش لا 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 سي اسمع مراد للامانه شوف وليد قال لي قبل ما نبداو قلت لي 30 مينوت قال لي ما حد لي كيسيون اون بو ريبوندر او كيسيون مرحبا ايوا الحمد لله باش من بعد حنا نكونسونطرا في كوب دافريك ما بقاش لي كيسيون واحد قال علاش ما سولوش ولا سولو هيدا حنا اون اوفير يا با دو سوسي. دونك بونجور كوتش انا الزباغي لو 360 سبور. Donc ma question c'est la liste finale regroupe des joueurs d'expérience et d'autres qui brillent actuellement avec leur club. Qu'est-ce qui primera dans votre choix du choix du 11 de départ, la forme du moment ou l'expérience des grandes compétitions? Les deux. Juge. La forme du moment et l'expérience parce que maintenant là je dis Fahli Kangoul tu peux pas gagner une coupe d'Afrique ou une compétition sans expérience. Hadi Makaina, je suis Amri Machoufta. Et en même temps, et on a avec le staff, c'est de dire les bons choix au bon moment. On a l'état de forme, on a le chemin de chemin l'entraînement, on a le match amical, on a le premier match de la compétition, le farqa lira tibda, mais chiye lira tkemmel. Il y aura beaucoup d'ingrédients, on a dit le khidma dienna, inshallah, on a dit les meilleurs choix possibles. Sahafia. Salam alaikum, Aziz Al-Qablim, Qanat Riyadia. Coach, il a le jumhour maghribi, il a le mennek, t'atih mukarana بين لاعب البطولة الوطنية ولاعب اللي كيمارس خارج المغرب باش تجاوبو نتا ككوتش وباش تقنعو. لا ديفيرونس لا هادي شي حاجة اللي أنا ديما دابست عليها ملي كنت لاعب وملي كنت مدرب. ما كنشوفش أنا ما كانش أون غيغل اللي غيدخلو معايا خصك تجي من الوداد ولا خصك تجي من الرجاء ولا خصك تجي من الجيج علاش ولا تجيب من البطوله باش كاملين يكونوا فرحانين. كنجيب لي ميور لي بالنسبه لي ليه ديما كنقولها بالنسبه لي ليه بور موا سي لي ميور لي دير بوتيت درت غلط ديما كتوقع هادي سي دي شوا. بالحق باش انا ملي كنجلس مع الستاف غنجلسوا واش غنفرحوا هاد الجمهور ولا غنفرحوا هاد الناس. لا حنا بغينا نفرحوا المغاربه والمغاربه شنو باغين
كيشوفوش واش هذا ديال الكلوب ديالهم ولا باغيين يربحوا. وحنا هادشي اللي بغينا نحطي لهم بالحق. انا باش نقول ديال البطوله, البطوله كنتبعوها. بور موا سيتي كومبليكي اوجوردي مع لا مع لي جوغ اللي عندنا دابا اليوم في لو او نيفو, اللي كيلعبوا الشامبيونز ليغ, كيلعبوا لوروبا ليغ, اللي كيلعبوا كونفرنس ليغ, اللي اي سون جون, اللي عندهم انكور دو تالون. ما نجيبهمش باش ندير الغلط على شي واحدين باش شي ناس يقولوا اه كاملين عندنا بطوله. لا, انا لو ميساج اللي كنصار للدراري ديال البطوله يخدموا, هي ما يكونوا في مستوى بحال اللي كيديروا الدراري ديال الوداد ميد دو تشامبيونز ليغ, بحال اللي كيديروا في لي كومبيتيسيون افريكان, بحال اللي كيديروا بركان في لي بول. هما الاولين توريلي من انت tu es le meilleur dans ton continent ou كتستاهل دير البلاصه ديال واحد ولا يستاهل غيجي. الشيبي ما جاش عام ونص, هو لعب في بيراميد كيلعب تشامبيونز ليغ, هو غادي يخدم, عمره ما شفته. كنتبعوا فواحد البطوله تاع هي اللي مزيانه هو هنا وزعما جو في با مو سيت استوار دو مدلوم, هذا من الفاتح, هذا من بركان, ما كيبغيش ما كيشوفش. اللي كيستاهل غيجي, واللي في المستوى اللي غيماركي 30 بيوت في البطوله غتشوفوا في لا ليست. بون مون حتى واحد ما ماركا 30 بيوت 30 بيوت في البطوله باش يكون في لا ليست. وكنشوف باغ اكزومبل لي فار, كنت باغي انا نشوفهم هذا العام في تشامبيونز ليغ في لي جروب, ما دازوش حتى في لي جروب, ولا كانوا لي فار الاولين في الجروب ديالهم في تشامبيونز ليغ وغاديين وكيربحوا الترجي وكيربحوا, غنقول هذا في مستوى وريني ملي يقدر يكون. بحال ملي كتلعب غير البطوله كتلعب كل 15 يوم كيصعب لك غتدخل في هذا الجروب وتحيد شكون في هذا الجروب. كنشوف واحد لعب فالونس, واحد لعب فرنسا, واحد لعب في مانشستر يونايتد, واحد لعب بولون, واحد لعب في مارسي, واحد لعب جينك. قولي لعب دي تشامبيونز ليغ بحال اللي دار جبران دابا ما كاينش, بحال اللي دار جبران دا تشامبيونز ليغ, هو في كوب دي موند. سهله الكره بالنسبه لي, ما كانش بطوله, ما كانش اللي تزاد في برا. حنا عندنا باسبور خضر وهذا اللي مهم, وديما قلت ملي دخلت اللي عنده باسبور خضر كيستاهل غيجي. بحق انا بالنسبه لي باش نسالي من بعد نسالو بهذا الشيء باش يفهموها, انا الضغط عندي الظهر ديالي كبير ما يدخلوش في راسي, يديروا لي انستغرام ولا تويتر نديروا هذا يستاهل هذا يستاهل, ولا ياخر في الراديو والله حتى يستاهل سالا يستاهل اجي حيدوم يستاهل ماركي لي 20 ويستاهل. ما تكذبوش على راسكم. وتا حنا كصحفيين وكجمهور خصنا نكبروا, غنورغانيزو لا كوب دي موند 2030, ديك هادي ديال القديم ديال الهضره غندفعو غنقول لك وفي التليفون, علاش انا عشت انا ديال البطوله هادشي كنضحك. انا شفت يا ولدي انا غندافع عليك غنسولو, غير كتكذب على الولد قول له يخدم ويخرج على برا. هو كواري يجي يشريو 5 مليون اورو في كلوب ديالو يمشي يستاهل على برا في لوروب يلعب تشامبيونز ليغ, بحال اللي دار اكر, بحال اللي دار اكر, بحال اللي دار بونو, بحال اللي دار اوناحي, بحال اللي دار النسيري, بحال اللي دار كهبي مشى لقطر ما كانش منتخب رجع لاولمبياكوس كي ماركي. هو هنا ما ظلم حتى شي واحد ولا ظلمته والله كيشوف ما ظلمتوش علاش ما كنبغيش ولا لي يستاهل غيكون هنا. وان شاء الله بحال اللي قلت لكم في كوب دي موند غنمشيو مجبوعين ان شاء الله, غنخدموا غنفرحوا الشعب ديالنا, غنجمعوا ان شاء الله باش نجيبوا هذه كاس افريقيا ان شاء الله. على ديك حيت هذا هو الجو, انا المره انا اللي غندخل حيت دابا وليد دونك كما قلت لكم كان مشى على نص ساعه غنوقفوا دابا. الوغ غير على ديك المساله هذه غنمشيو كفريق واحد, غنبشرك وليد باش نقول لك بان كان في الاول 50 ديال الصحفيين غيمشيو ولكن غيمشيو 80 ان شاء الله اكريديتي غراس او زيفور ديال لا فيدراسيون ديال السي محمد مقروف اللي هو نيت حضر هنا واللي دار مجهود كبير باش يكونوا 80 جورناليست سون بارلي دو سو كي سون با اكريديتي. تنشكركم بزاف. شي دانيير كيسيون اون ا دي كو سيتي لا ديرنيير. يلا لا لا يلا زيد. سي جوست ان بيتيت كيسيون بارابور لو ماتش اميكال اللي غادي يكون مع غامبيا, فين غادي تلعب واش غادي يكون ماتش؟ اي كلو فوالا. دونك بحال اللي درنا مع داكاسكار اي كلو لي اون اورا ان نومبر دو شانجمون كون فو. سي ان ماتش اميكال sans être un match amical, c'est plus un match pour reprendre les habitudes pour que ce soit à la Gambia ou la Lina. وما بغيناش الماتش يتشوف باش نخدموا على حطرنا تاع حنا وكاملين يكونوا مهمين. اللي مهم هو الماتش ديال تنزانيا تفرجوا فيه. وليد شكرا جزيلا للستاف كذلك اللي كاين حاضر معنا هنا. لا ليست فينال اون فال رابلي افون دو كلور باسكو كاين الناس اللي تيتصنتوا لينا ما تيشوفوش لي سيت. الوغ منير كجوي, ياسين بونو, مهدي بن عبيد, اشرف حكيمي,
محمد شبيهي شهيبي باردون عبد الكبير ابقار غانم سايس نايف اقرد يونس عبد الحميد شادي رياض نوسي مزراوي اي تعطل دونك بيان سور كيت افيك نو بلال الخنوس عز الدين اوناحي اسامه عزوزي سفيان مرابط سليم املا امير ريشاردسون حكيم زياش اسماعيل صيباري امين ادلي ايوب الكعبي يوسف نصري طريق تيسودالي امين حارث عبد الصمد الزلزولي سفيان بوفال فوالا سي كوم سا كو برون فان هاد لا كونفيرونس ميرسي وليد ميرسي دونك بور لو ديريكت ولكن وليد الله يخليك غادي تبقى هنا حيت قبيله قلنا واحد المساله غادي نمشيو فريق واحد وبغيت نتورخ هاد اللحظه هادي وغنطلب منكم باش نجيو ناخذوا كاملين صوره مع المدرب ومع لو ستاف باش نمشيو ان شاء الله كوم ان سول جروب فهاد الرحله هادي ديال لا كوب دافريك ميرسي. Thank you.